وهذا فريق قسم الصحة العامة والإسعاف الفوري، والساعة تقريبا ب 12 بالليل ومتجهين الله يعلم وين. عوائل محجور. أخي يعني عراق الحضارات التنسيح يقول أنا عراق الحضارات والتاريخ والهار. أخي اقعد ببيتك، الخاطر الكعبة، الخاطر الإسلام. إيطاليا انتهت، ألمانيا انتهت، تريد العراق بهاي مستشفيات بهاي يحافظ على الناس؟ الله وكيلكم، وهذا التحذير من عندي، أقول لكم ونتذكر بعدين، والله لا يقولها، إن شاء الله يا الله أكون أنا غلطان. يا الله يا الله. والله يا دكتور، وأنا أحكي لك هسه، كل ذول عمرهم 60 فوق الـ60 خلي يحضرون أرواحهم. وهاي الشباب تضحك عليهم، رقبتهم خطيتهم برقبة الشباب. حاط نارقيلة وقاعدين هسه بالشوارع هنا بالأرصفة. تجمعات بالشارع. تجمعات هاك.